بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين. أعزائي طلبة الانتساب المطور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مجددا في المحاضرة 11 من مادة الأدب الجاهلي، وهي بعنوان الصعاليك. لا يمكن أن نترك هذه المادة دون أن نتعرض إلى هذه الطائفة من الشعراء الذين كثر وجودهم في الجاهلية. والصعلوك في اللغة الفقير الذي لا يملك من المال ما يعينه على أعباء الحياة، هو الإنسان الفقير يعني. لكن معنى كلمة الصعلوك أو الصعلكة تجاوزت هذا المعنى، فقد أخذت تدل على من يتجردون للغارات وقطع الطرق، يعني ليست لم تدل فقط على الفقر، ولكن تدل أيضا على الذين يغيرون على الناس ويقطعون الطرق. يقسم الصعاليك إلى ثلاث مجموعات: مجموعة من الخلعاء الشذاذ، الخلعاء يعني تحدث عنهم في السابق الذين خلعتهم قبائلهم وطردتهم القبيلة لكثرة جرائرهم ومشاكلهم، مثل حاجز الأزدي قيس بالحدادية وأبي الطحان القيني، هذه مجموعة. ومجموعة من أبناء الحبشيات السود، قلنا يعني في محاضرات سابقة أن من أنواع النساء غير الحرائر المجلوبات من الحبشة، ممن نبذهم أباؤهم ولم يلحقوهم بهم لعار ولادتهم، مثل السليك من السلكة وتأبط شرا والشنفرة. هؤلاء أمهاتهم حبشيات، ولذلك لسنا من العربيات الحرائر، وبالتالي أباؤهم تخلوا عنهم وكانوا يشركون أمهاتهم في سوادهم، فسموا هم وأضرابهم باسم أغربة العرب. أغربة جمع غراب، أغربة جمع غراب، سموا بأغربة لأنه لأن بشرتهم سوداء. المجموعة الثالثة هي من الذين احترفوا الصعلكة، احترافا، مثل عروب الورد العبسي، وقد تكون قبيلة برماتها مثل قبيلتي هذيل وفهم، اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة والطائف على التوالي. ونلاحظ في أشعارهم جميعا صيحات الفقر والجوع والحقد على الأغنياء، ويمتازون بالشجاعة والصبر وشدة المراس وسرعة العدو الركض، يعني حتى كانوا يسموا بالعدائين، وتضرب الأمثال بعدوهم فيقال أعداء من السليك وأعداء من الشنفرة، وتروى عنهم أقاصيص كثيرة في هذا الجانب. المناطق التي كانوا يغيرون عليها مناطق الخصب، اللي في خصب، فكانوا يرصدون طرق القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة، يعني يغيرون على هذه القوافل ويسيطرون عليها. وهم في أشعارهم نجدهم يتغنون بهذه المغامرات، وأيضا كانوا يتمدحون بالكرم ويشعرون بالكرامة في الحياة، كما يقول الشاعر أبو خراش الهذلي، يقول: وإني لأثوي الجوع حتى يملني، فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي، واغتبق الماء القراح فأنتهي، إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعمي، أرد شجاع البطن قد تعلمينه، وأوثر غيري من عيالك بالطعم، مخافة أن أحيا برغم وذلة، وللبوت خير من حياة
على رغمه، فهو يفتخر لزوجه بأنه يصبر على الجوع حتى ينكشف عنه دون أن يلحقه فيه ضيم، وأنه لا يكفيه الماء القراح، بينما يتخم من حوله أشحاء النفوس بالطعام. تحولت الصعلكة في أواخر العصر الجاهل إلى نظام يشبه نظام الفروسية، فهم يأخذون الطعام من الأغنياء ليعطوه الفقراء، ولذلك كانوا لا يسلبون ولا ينهبون سيدا كريما، يعني السيد الكريم المعطاء هذا لا يسلبونه. يسلبون من؟ يسلبون الناس الأغنياء البخلاء. الأغنياء البخلاء يأخذ من البخلاء الأغنياء ويطعم الفقراء. سنتحدث الآن عن أكثر عن بعض الصعاليك الذين هم أكثر دورانا على الألسنة، أو الذين هم أكثر شهرة من غيرهم. فمنهم تأبط شرا، فمن قبيلة فهم، واسمه ثابت بن جابر بن سفيان، ويعد في أغربة العرب، يعد في أغربة العرب الذين أشرنا إليهم قبل قليل، إذ كان ابن أمة حبشية سوداء، فورث عنها سواده، وقيل بل أمه حرة من فهم تسمى أميمة. واختلف في سبب لقبه تأبط شرا، قيل أن السبب في هذا لقبته أمه إذ تأبط سيفا وخرج، فلما سئلت عنه قالت تأبط شرا ومضى لوجهه. تأبط عن حمل، يعني حمل شرا. وقيل أنه كان يتأبط يحمل جرابا مليئا باللفاح، وكان تأبط شرا يرافق صعلوكا آخر اسمه الشنفرة في كثير من غاراته، وربما يعني تأثر بهذا الصعلوك. تأبط شرا ليس له ديوان الشعر مطبوع، غير أنه تروى له العديد من الأشعار، منها قصيدة بعنوان إنها بالشعب الذي دون سلعة، ويروى ويقال أنها نحلت إليه، يعني أنه لم يقل هذه القصيدة، وتروى له أشعار يقص علينا فيها لقاءه للجن أو الغول، وهذه طبعا من الأشعار المشكوك فيها. وقد روى له صاحب المفضليات اللي هو المفضل الضبي قصيدة طويلة جعلها فاتحة كتابه، وهو يستهلها بالحديث عن الطيف. فإذا القصيدة إذا رواها المفضل الضبي فهي قصيدة صحيحة. له بعض الأبيات يصور فيها عدوه وشدة سرعته، يقول ليلة صاحوا وأغروا بي سرعهم بالعيكتين لدى معدي بن براق، كأنما حثحثوا حصا قوادمه، أو أم خشف بذي شف وطباق، إلا شيء أسرعوا مني ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاقي، حتى نجوت ولما ينزع سلبي بواله من قبيض الشد غيداقي. ففي هذه الأبيات يتحدث عن أنه تعرض لغارة من بعض الأقوام، وأنه هرب منهم، وساعد على هذا الهرب يعني شدة سرعته. وفي أبيات أخرى يرسم لنا صورة الصعلوك من أمثاله الذي يقدره ويجله، يقول لكنما عولي إن كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سباقي، سباقي غايات مجد في عشيرته، مرجع الصوت هدا بين أرفاقي، عارض ضنابيبي ممتد نواشره،
مدلاج أدهم واهي الماء غساقي حمال ألوية شهاد أندية قوال محكمة جواب آفاقي فذاك همي وغزوي أستغيث به إذا استغثت بضاف الرأس نعاه. فهو يعول على الصعلوك المثالي الذي يشركه في غزواته والذي يتصف بسبقه إلى المحامد في عشرته كما يتصف بجهارة صوته وزعامته بين الرفاق وبضمور جسمه وقوته وصلابته وجرأته في اقتحام الليالي المظلمة الممطرة. أما الصعلوك الآخر فهو الشريف الجديد بكل ثناء وتشجيع من الزوجة وغير الزوجة يقول في وصفه: ولله صعلوك صحيفة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر وإن بعدوا لا يمنون اقترابه تشوف أهل الغاب المتنظر فذلك أن يلقى المنية يلقها حميدا وأن يستغني يوما فأجدره. فهذا الصعلوك الذي يعجب به عروة صعلوك وجهه مشرق بأعماله المجيدة لا يزال يطل على أعدائه ويشرف عليهم ويظفر بهم فيظفر منهم بكل ما يريد رغم صياعهم به وزجرهم له. هذه بعض صفات عروة بالورد وبعض صفات الصعاليك على اختلاف يعني مشاربهم وعلى اختلاف أقوامهم وصفاتهم. ونختتم بالحديث عن عروة هذه المحاضرة متمنيا لطلابنا أن يكونوا قد استفادوا منها، وهذا إن شاء الله لا تغني هذه المحاضرة عن مزيد من البحث عن الصعاليك والعودة للمصادر والمراجع المختلفة لمن يريد أن يتوسع في ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى.